بسم الله الرحمن الرحيم، الإخوة والأحباء، أهلا بحضراتكم. فيديو جديد في مقطع فيديو شفته. مقطع الفيديو ده حيرني شوي. يعني عارفين لما يكون في شخص تايه، فبنحاول احنا نوصله لمكان ومحل إقامته أو لأهله. لما يكون في شخص يعني مش معروف سنه فبنسننه. ولكن الفيديو اللي انا هعرضه لشخص انا شخصيا مش قادر احدد هويته، يعني مش قادر احدد كينونته، مش قادر احدد نوعه. هل هو راجل ولا ست؟ يعني هل هو راجل يعني زي ما نقول كده منسون، ولا ست مسترجلة، ولا ايه؟ انا تايه بصراحة لما شفت المقطع ده، فقلت ايه يعني بدل ما توه لوحدي نتوه كلنا مع بعض مع هذا الـ 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 الكائن الظريف يعني، ونشوف كده يعني نحاول كده نوصل او نصبر اغواره زي بتقال، ندخل كده ونشوف ونستكشف ونشوف الشخص ده هل هو راجل ولا ست، ولا زي ما انا قلت كده ست مسترجلة، ولا راجل متناسون يعني زي ما بيتقال كده، يعني الله اعلم يعني. فنشوف كده مع بعض مقطع الفيديو، ويا ريت واحنا نركز كده، لان هو ساعات يبان ان هو راجل وساعات يبان انه ست، وساعات الاتنين بيدخلوا ببعض. فيا ريت تركزوا كده مع المقطع، نشوف كده مع بعض. انا فخور بنفسي الحمد لله، حدش عمره جاب لي طرف جلابيه ليا ولا جاب لي اي شيء. انا حياتي دي حدش يقدر يطرف عيني كده. طول حياتي كده مدلع نفسي، اشتغل واكل واشرب والبس ودنيتي، وبالليل كمان البس واطقم والبس الكاجوال، احلى حاجه بلبسها. اعمل بو ايه الجواز؟ ليه الجواز؟ اعمل بو يخت الجواز؟ روح جوز انت ولادك يا حبيبتي، روحي. لا انا عايش حريتي يا حبيبتي، انا عايش حريتي كده بمزاجي. 15 يامر واثنان ب25، فلفل ب10 يا عمري. تعالي يا روحي، الف قرني يا قلبي، مش قرن واحد، قلبي قلبي يا ناس، خد يا روح. ده انا عينيا ليك يا عمري. ب10 دي يا اسلام، 15 يا قلبي واثنان ب25. بطاطس عندي مش هتلاقي في السوق كله، خد يا عمري 15 دي ودي، ودي اثنان ب25 بتاعي 5 جنيه. عيوني ليك حاجة تانية روحي؟ ياخد عينيا، ياخد عيني، مش هديله الخضار بس. يعني ليك مثلا زبونك؟ اه طبعا الحمد لله، كل حبايبي مش زباينه وبس. انا هنا ما عنديش زباينه بس، عندي الحبايب اهم حاجه. طول عمري ببيع، وطول عمري بشتري، وطول عمري بتاجر، عمري ما استنيت مكسب ولا خساره. كسبت حاجه بتاع ربنا، خسرت حاجه بتاع ربنا برضه. اهم حاجه ان انا بشوف الناس الحلوه اللي تملى عليا حياتي كلها. قلبي قلبي يا روحي والله. خد بالك احنا كده على الهوا ولا ايه؟ وماله لما اكون على الهوا؟ احب اكون على الهوا. ايه رايكم يا جماعه في اللي انتوا شفتوه ده؟ ايه رايكم في هذا الشخص؟ يعني هل انتوا قدرتوا تحددوا نوعه؟ يعني انا شخصيا والله يعني اعتقد يعني برؤيتي كده وبالكشف الظاهري زي ما الاطباء بيقولوا كده، ان هو راجل بس عنده يعني مشاكل في السيتنجز بتاعته، في الاعدادات بتاعته. يعني الراجل ده محتاج ان حد يظبط له الاعدادات. عارفين اعدادات الموبايل؟ لما بنقول مثلا عايزين نعمل ضبط او نعمل له اعاده ضبط مصنع، يعني هو محتاج حاجه كده، يعني حاجه زي كده، نعمل له اعاده ضبط مصنع عشان يرجع لسيرته الاولى، ويختار له بقى مسار بقى، يدخل بقى في السكه دي، يدخل في السكه، لان هو كده متارجح ما بين السكتين. يعني على حد اللي انا شايفه بصراحه هو كده متارجح، هو لا طايل بلح الشام ولا عنب اليمن يعني، ولا مش عارف كده زي بيقولوا كده يعني. وده زي اللي راسه على السلم، برضو المثل بتاعنا، اللي فوق شافوهم ولا اللي تحت سمعوهم.
فانا ما اعرفش هل هو عاوز يبقى مع الجنب ده ولا عاوز يبقى مع الجنب ده، ولا هو حابب يبقى راجل يعني على الحياد زي عدم الانحياز كده ويقف في النص ما بين المنطقتين. انا ما اعرفش، انا والله ما اعرف. يعني هو مسك العصايه من النص ليه يا ابني؟ انت لازم تمسك العصايه من احد طرفيها، ما ينفعش اللي انت تمسك العصايه من النص، ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده. فيعني زي ما انا قلت كده، هو واضح ان هو راجل لا يريد الانحياز ليه يعني طرف على حساب الطرف الاخر، فهو عاوز يريح الجميع، وعاوز يريح الرجاله، وعاوز يريح الستات. فقال خلاص انا ايه يعني ابقى زي المزدوج كده، عارفين المزدوج بتاع مازنجر، نص كده ونص كده. فهو ممكن يكون فسيولوجيا الراجل، ولكن هو بيتقمص دور الست. حتى زي ما حضراتكم شايفين هو لابس شال كده يعني بطريقه غريبه، يعني الشال ده بطريقته كده مش تلفيحه مثلا زي بتاعه الرجاله كده، لا ده شال كده زي الستات. فانا ما اعرفش زي ما انا قلت كده الراجل ده او هذا الشخص، انا ما اقدرش اقول عليه راجل، يعني هو ادرى بحالته وادرى بظروفه، ولكنه محتاج عمليه ضبط اعدادات حالا وفوريا، لان هو كده يعني اعتقد انه رايح للسكه الثانيه اكتر. اعتقد هذا الامر، هو حابب كده من طريقته من حركاته من كلامه. فيعني لما بنشوف فيديوهات ظريفه زي كده بحاول اشاركها مع حضراتكم، وتقولوا لي انت شايفين الوضع ازاي بتاع هذا الشخص او هذا الكائن. يعني هو تقريبا عامل زي الورقه البيضاء اللي احنا لسه نكتب فيها، يعني هو احنا بقى اللي نحدد هل هو كده ولا كده. هو راجل سايب لنا نفسه، او الشخص ده سايب لنا نفسه، انا بقول راجل لانه مسمينه مش عارف عادل ولا علاء زي ما حضراتكم سمعتوا كده. فيعني هو راجل سايب نفسه، فيعني احنا بقى اللي نحدد الهوية، يا نلطشه قلم يروح ناحية كده، يا نلطشه قلم يروح ناحية كده. هو عامل زي الورقة البيضاء اللي هنكتب فيها هل هو راجل ولا امرأة او سيدة كده يعني. فأتمنى حضرتك تكتبوا لي في التعليقات انتوا شايفين الفيديو ده ازاي، وشايفين الشخصية دي ازاي، وهل هو ينفع ان هو يقعد في الشارع يعني بيبيع خضار، ودي طبعا مهنة جميلة وعظيمة وكلنا بنحتاجها، ولكن يبقى بالطريقة بتاعته دي؟ يعني هو كده مش هيطمع حد فيه؟ يعني هو مش معتقد كده، ولا هو له، ولا هو ماشي في سكة معينة؟ الله أعلم. انه بيقول انا بالليل بتشيك وبلبس ومش عارف ايه، الله اعلم نوع اللبس اللي بيلبسه، والله اعلم. يعني هو في كلام كتير مريب في الفيديو، فعشان كده انا قررت زي ما انا قلت ان انا ما اشعرش بهذه الريبه لوحدي واشاركها مع حضراتكم. فيا ريت تكتبوا لي في التعليقات شايفين المشهد ازاي، و يعني ربنا يسترها علينا وعلى ولايانا جميعا يا رب، ربنا يسترها علينا يا رب. وكل واحد يفضل ماسك يا جماعه في الحته بتاعته في المنطقه بتاعته، محدش يروح للمنطقه التاني. نبقى حبايب واصحاب واخوات وكل حاجه، لكن محدش يروح لمنطقه التاني. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.